بسم الله، هنشوف ايه المحل اللي غش فيه برنامج الاوتوكاد. تمام، لو افترض ان انا عندي دايمنشن، ازاي اخلي دايمنشن بيدي قيمه غير القيمه اللي هو القيمه الحقيقيه؟ اقول له دي ال اي وجس سريع شوية بس من هنا لهنا. تمام، ده 4 متر ونص. فلو دوست هنا وقلت له كنترول 1 ان انا ادخل فيه الخصائص، تمام، هتلاقي خاصية هنا موجودة في قلب التكست اسمها التكست اوفر رايت. تمام، ممكن اكتب لا ده دي 7 متر. تمام، دي من ضمن الحاجات اللي انت غشيت بيها في برنامج الاوتوكاد.